سأبطل لك هذه الحجة ولن أرجع في العفو الذي أعطيناه. جئنا بالرهائن وسأرسل معكم ولدي ليقيم بينكم في دمياط حتى يتم انسحابكم، ومتى همت آخر مركب بالإقلاع فككت رهن أبنائكم. ولدك؟ ترسل ولدك مقابل أولادهم؟ قد يحزن هذا أمة. إذا اتفقنا، الليلة يكون عندك أبناء ملوك وأمراء هذه الحملة، وولدي مستعد للذهاب معك. أين الصالح أيوب؟ أنا ذا يا مولاي الملك، مستعد للذهاب متى أحضر الرهائن. فليقم الأشرف ويتسلم منه أبناءهم ثم يرسل الصالح معه. ويقول تبارك وتعالى: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ويقول: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ويقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويقول: وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. فهو سبحانه وتعالى ينصر إذا أراد، بالريح كما في غزوة الأحزاب، بالملائكة كما في غزوة بدر، بالماء كما نصر به موسى، بالطير كما نصر به قريشا وأهل مكة على أبرهة. ولو آمن الناس وأيقنوا بأن النصر بيد الله وحده، إذا أخلصوا نية الجهاد وبذلوا غاية استطاعتهم، لكان النصر قريبا منهم. لا يهم بعد ذلك على أي حال لاقوا عدوهم، ولا معول على مقارنات القوة والحشد، فلله جنود السماوات والأرض. والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى. إنما يتشكك المرجفون فيحجب الله نصره عنهم لخطاياهم. ولقد صدق تبارك وتعالى إذ يقول: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فهذا ميثاق غليظ، وعلى المتشككين العفاء والفناء. هؤلاء هم أبناء ملوك وأمراء الصليبيين. قدمهم لنا واحدا فواحدا. كما تشاء. من أني جعلت من ولدك ضماناً لرهن أبناء الصليبيين. بل أنا سعيدة غاية السعادة أن أخذت تمرسه في مهام الملك وتدفع به في غمار الأحداث، فبهذا أدركت أنك تعده ليكون الملك متى جاء دوره. إذن فقد أدركت الهدف من اختياره هو، وهو بالذات. بل وتوقعته من لحظة طلبك الرهائن من بلاجيوس، ولو لم تفعل ذلك لكنت الآن أعاتبك، لأني أريد ولدي أن يكون رجل ملمات ومهمات. لقد همست في أذني في أن يبدأ لحظة أن تطأ قدمه أرض دمياط في التفكير في إصلاح ما أفسده الصليبيون، وتطهير المساجد وإعدادها لاستقبال الناس متى خرج الصليبيون منها. الآن عرفت كل واحد منهم وهم عندنا في الحفظ والصون.
وكلما عجلتم بالانسحاب كلما قصرتم في زمن ابتعادهم عن آبائهم. وهيا لنرحل نحن بدلا من إضاعة الوقت. أراك سعيدا متعجلا، وما ذاك إلا لرغبتك التطلع إلينا عن قرب، وكأنك تريد أن تزداد معرفة بنا. فلك عندنا سبعة وأنا مجرد فرد. إن الفذ من الرجال يساوي المئات بل ربما الألوف. هيا بنا. انقضت الحياة بالنسبة لنا، فقد علا نجم ورد المنى وابنها، وها هما قد رجعا إلى القلعة في مهرجان لم تشهده مصر. أما الكامل فقد انصرف عنا وعن الغناء إلى الأبد، وآن لنا أن ننزوي في زوايا النسيان. انسحب الصليبيون من مصر وأوشك المعظم أن يعود إلى دمشق ربما اليوم. الحمد لله الذي رد كيدهم وأفشل سعيهم بخفي جنده وعظيم قدرته. نعم له الحمد، لكني ما لهذا قصدت. فإلى ما إذن يا مولاي؟ أنت لست ممن يغشون مجالس الملوك، لكن خصومك أدوم الناس على حضور مآدبهم. وتخشى أن تنالني ألسنتهم؟ أخشى ذلك تمام الخشية. والله لو تذكرت عاقبة رأي أقوله أو فتوى أصدرها، ورأيت مخافة ملوك الأرض مجتمعة تعدل حيائي، وخشيتي من الله أن يراني وفي قلبي ذرة من خشية لغيره، لكنت سكت. ولكني أقول ما أقول وأفعل ما أفعل قربة لله، فلا تذكرني بالخوف على نفسي. أنت تعلم أن لهم من البطش ما قد لا تقوى على احتماله. وماذا عند ابن عبد السلام ليخاف عليه؟ أنت تعرف كيف نشأت، وتعرف كيف من الله علي فانتشلتني يده من مهاو الضياع. أعرف، لكن عندك الآن ما يستوجب الحذر، العيال والعمل. قد كنت وحدي حينما بدأت أدرك الحياة، والذي هيأ لي الأسباب قادر على أن يهيئها لولدي، وأنت يا مولانا أذكر مني لهذا. فطعم الظلم يا ولدي شديد المرارة، وطعم الانتصار للحق جدير بالجهاد في سبيله. إن بعض أولي العزم من الناس قد زلزلوا عندما عصفت بهم الفتن، فأنا أسأل الله الثبات. يبدو أنني لن أردك عن شيء. إن رأيتني على الباطل فافعل. لا لا يا ابن عبد السلام، لست على الباطل، لكنك تكلف نفسك ما لا تطيق، تجيب الناس عن كل شيء ولا تدري أي تلال من متشابهات تراكمت، وفي حاجة للعشرات بل للمئات لمحو غشاوتها عن عيون الناس. فلأبدد ما أقدر عليه،
ولن أدخر جهدا، وقد أعذر عند الله. إذا فكن أنت أنت، فأنا إنما أحاورك بين الحين والحين مخافة أن يكون طرف الحياة قد دب في نفسك فجعلت لها جانبا من همومك، ولكن يثلج صدري أن أراك متمثلا ماضيك ونشأتك، مدركا أن الذي أعطى أحق أن تنفق عطيته فيه. إن تثبيتك الدائم لي وتفقدك لبقاء روحي نقية لمن أعظم منح الحياة، ولكن لماذا أنت متوار عندي في هذا اليوم بالذات؟ لن أخفي سري عنك، معظم من أعرف في بلاط دمشق الساعة ترقبا لوصول المعظم وتهنئته، فلم أجد لي أحدا غيرك. لقد انقشعت سحابة الخطر، وأوشك بنو أيوب أن يتطلعوا في وجوه بعضهم، ومن ثم تستيقظ الأخطار. كيف يا مولاي؟ لقد بلغتنا اليوم أنباء موت جنكيز خان بعد 8 سنوات من تقويده لدولة خوارزم، ومن ثم تلاشى الخطر الذي كان يتهددنا من الشرق. قد يكون لبعض الوقت، فمن يدري أن ابنه وخليفته لن يحذو حذوه في الغزو والفتح. إن ترتيب أموره سأستغرقه لبعض الوقت، وبعض الوقت هذا والذي يمثل فترة استرخاء نسبي كفيل بإيقاظ المطامع. فالصليبيون لنا بالمرصاد. لقد غدأ أمرهم كالعلة المزمنة من المقدور علينا الحياة بها، ووجودهم لم يمنع من قبل تفجر صراعات بين ورثة البيت الواحد. وما الذي أيقظ مخاوفك من عمي المعظم والأشرف وهما أسمع لك إن أمرت وأطوع لك إن أشرت؟ إن عمك المعظم مريض، والفطن من يأخذ حذره قبل أن تدهمه الحوادث. فماذا ترى؟ سأقيمك على حصن الكرك لتكون قريبا من عميك. أنا رهن مشيئتك، فمتى أرحل؟ عجل قدر ما تستطيع، فإني أريدك أن تكون درعا لي هناك. سأصطحب معي مماليكي قطز وأيبك وأقطاي وبيبرس. ومن أيضا؟ وشجرة الدر. أحقا يا مولاي، أنا لا أصدق أذني، أعد على سمعي ما قلت. أقول سأصحبك معي إلى الكرك وأنت وحدك ولا سواك من جواري. في هذه اللحظة سامحت الزمن فيما أسلف إلي، فقد نلت حظوة مولاي وحبيبي. لست وحدي، بل هناك أيضا من قد رضوا عنك. من؟ من يا مولاي وحبيبي؟ مولاتك ورد المنى. آه يا مولاي، لقد كانت الحظوظ والسعد من أوفى خدامي، فما زلت أذكر يوم كان النخاس يقتادني وكنت أردد اسم مولاتي ورد المنى وأقول: إن امرأة من قريباتي زوجة لأحد الملوك هنا. وهل بذلت جهدا حتى قابلتها؟ بل ساقني الحظ إليها سوقا، ولم أرها مدة إقامتي كمولاة لك إلا مرة أو مرتين، ولم أكن أعرف أنني قد أثرت انتباهها. وهل أنت ممن تمر بهن العين مر الكرام؟ إنك صاحبة أثر في كل من لاقيت. لكم كنت أود أن أحدثها بخواطري يوم كان النخاس يقودنا. إنها تتوسم فيك الخير وتقول: لن تدخل بلاط بني أيوب امرأة تركية يكون لها مثل ما كان لي إلا شجرة الدر. أو تقول هذا عني مولاتي؟ سأظل متذكرة هذه الكلمات ولن أخيب فراستها في، ولا بد أن أكون مثلها. فابدأي في حزم حاجياتك، فسنرحل على عجل حتى أكون على مقربة من دمشق وما يدور فيها.
اهتديت لفكرة فيها القضاء على ابن عبد السلام. عظيم، وما هي فكرتك؟ تعقد له محاكمة في مجلس العلماء كمحاكمة السهروردي. ذكرتني بأمر وددت لو نسيته. أما ترى أن شهر السهروردي قد راج وانتشر وكتب له الخلود، وسيذكر معه متى ذكر أن زين الدين ابن جهبل ومجد الدين أخاه كان أشد العلماء إنكارا عليه. كان مبتدعا ونال جزاء. لقد وجدنا ووجد العلماء معنا مآخذ كثيرة على السهروردي المقتول، لكن ابن عبد السلام أي مآخذ سيأخذه العلماء عليه؟ هو أكثرهم اجتهادا وأحفظهم. لن نعجز عن إيجاد المآخذ. ما أحسبني وقد بلغت هذا المبلغ من السن سأكرر نفس الحماقة مرتين. ولم؟ اسمع، لقد كان الرجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى النهاية، ولا إراقة لدم مع هذه الشهادة. وقد لقيت من تذكر هذه الواقعة ما الله به عليم، رأيتها صوابا في حينها وأنا الآن أراها حماقة. وإن كان السلطان قد حمل دمه دوننا إلا أننا شركاء في الوزر. لم يكن فيها ثمة أوزار. الحقيقة يعلمها الله وحده. فبما نستعين على ابن عبد السلام؟ أتراه مبتدعا؟ نعم. وعلى خطأ؟ نعم. وما دليله؟ عندي 1000 دليل والأدلة كثيرة. فأعرضها علي، فإن وافقت علمي أعنتك ولو بالرأي والمشورة. ألم تبلغك الأنباء الأليمة يا مولانا؟ أية أنباء يا رجل؟ الدوام لله. من الميت؟ الفخر بن عساكر. الفخر بن عساكر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الصالح فخر العلم والعلماء. ارتمت الدنيا عليه مرات ومرات فأبى إلا الفرار منها والزهد فيها. أي ركن للعلم والصلاح قد انهد؟ يا للدنيا! هل حقا جاء اليوم الذي يقول فيه الناس مات الفخر بن عساكر؟ Thank you.
الجرس. شكر الله سعيك. انصرف يا شرف الدين، فإني أريد الإفضاء لأبيك بأمر. يا بني، من لم يتعظ بالموت فهو في كل يوم يمر به ينغمس في هاوية جهنم، وإني أستغفر الله من كل ما أسلفت. غفر الله لي ولك. لا أدري هل أدركت الواقعة التي سأحدثك عنها أم وقعت وأنت لا تعقل. لعلك تريد أن تخوض في واقعة السهروردي المقتول. وأدركتها يا ابن عبد السلام؟ كنت في العاشرة، وقد تعجبت أيامها وما زلت أعجب لأناس أودوا بحياة رجل خالفهم في الرأي. فماذا ترى فيما حدث؟ إن كان مبتدعا فباب التعذير موجود، وإن كان صاحب رأي فباب المناقشة مفتوح، إلا إن كنتم قد أخذتم عليه كفرا بينا سعى إلى نشره. لم يقتله غير هذه في رأيي، إنما كنت أسوق لك الحكاية لأحذرك من محاولة البعض تكرار الواقعة معك، فبعضهم قد راح يرميك بالابتداع والمخالفة. لن أسألك من هم، ولكني سائلك عن سبب إخبارك لي. لبراءتك عندي فأنت على الحق. قد يثير نجاحك والتفاف الناس حولك بغض البعض بسبب التنافس على هذه الزائلة، والغضب أعمى، ولولا ما نحن فيه الساعة فقد كان من الممكن ألا أستيقظ. فخذ حذرك. لا أحسب أني آبه لذاتي كثيرا، فلست صانع قدري ولست براده إلا أن يشاء الله. إنما أسألك أن تأخذ حذرك لتبقى مدافعا عن الحقيقة. تلك كلمات أحسنت بها عزائي، فشكرا لك. رحم الله الفخر بن عساكر، أي خادم للحقيقة كان. يكفيه أنك أحد حسناتي. على موت هذا العالم الفخر بن عساكر. أعرف أي رجل كان، وأعرف أنه رفض منصب القضاء حين عرضه عليه مولاي السلطان العادل، ولكن لكل أجل كتاب. رسالة مؤرخة بيوم وفاته. رحم الله أخي المعروف. حزين هو القلب ومثقل هو الخاطر، لكن يجب أن يبقى الملك قويا كما أراده الأيوبيون الأوائل. لقد صح ما توقعته يا شجرة الدهر. أبوك مولاي الكامل على رأس جيشه يقصد دمشق. ليس وحده، بل يسبقه إليها عمي الأشرف. أنا أعرف أنهما لن يرضيا بأن يؤول ملكهما
إلى الناصر داود بن الملك المعظم. صدقتي، لكن الناصر داود لن يتنازل هكذا بسهولة عن ملك ورثه عن أبيه. لن تفلح حيلته أمام حيلة عميه. سنرى. ومتى يمر أبوك مولاي الكامل بحسن الكرك؟ بعد أيام قليلة. فستخرج إذن لتكون في صحبته. وأنت معي إلى دمشق. إلى دمشق، وهناك ستتاح لك الفرصة للانفراد كثيرا بمثلك المرموق أمي ورد المنى. لم تكن للبدعة مجال وكانت تصادر في مهدها، فقد مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقاص يقص في المسجد ويستشهد بآيات القرآن دعما لما يرويه من قصص، وتمادى القاص فأخذ يشرح ما يقرأ من آيات، فأمسكه علي من أذنه ورفعه منها رفعا حتى أقامه وقال له: أتعرف أسباب النزول؟ قال القاص: لا. فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال القاص: لا. فقال: أتعرف نزلت في سهل أم في جبل، في سلم أم في حرب؟ فقال القاص: لا. فقال علي: لا أراك تجلس هذا المجلس أبدا. كنت سأغير خاطر المعظم عليه لكنه مات، لكن لا بأس، سأفعل مع من يستقر له الملك على دمشق. أنتظر منذ مجيئك أن تحدثني كيف أخذ الأشرف والكامل دمشق من الناصر داود ابن الملك المعظم، لكنك لم تفعل. لا علم عندي بذلك. عندي أنا العلم. شعر الناصر داود بأطماع الكامل في دمشق، فأرسل إلى عمه الأشرف يستنجد به، فجاء الأشرف بزعم مناصرة ابن أخيه، فلما جاء الكامل بجيوشه أرسل الأشرف إليه يقول: وانظر كيف حبك دوريهما. قال: يا مولانا الكامل، إنما نحن عمالك، وإنني ما جئت لأنصره عليك، بل لأجعله يحكم عقله وينصاع لأمرك. وهكذا وجد الناصر نفسه محاطا بعميه، فأذعن لرأيهما، فأخرجه الكامل من دمشق، ثم جعله واليا على ولاية ليست بذات خطر، وكافأ أخاه الأشرف بدمشق فصار ملكا عليها. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. كما توقعت، وفد فقهاء وعلماء دمشق للتهنئة، لكن الذي أردت رؤيته بالذات لم يقدم علينا. من يكون يا ترى؟ العز، عز الدين ابن عبد السلام. لعله في سفر. بل هو مقيم. فكيف تجرأ ولم يأتي؟ لا، رويدك، حذار أن تلقى العلماء بجبروت كهذا. أنت تعلم إكباري وإجلالي لهم، ولكني مع ذلك لا أفرط، فلا أسمح لمتطاول أن يستمر في تطاوله. حمدا لله، حمدا لله أن أثرت هذا الموضوع قبل أن أبرح دمشق. اسمع يا أخي، إنك وإن كنت الأكبر بين الناس هنا فإنك صغير أمام الحق، فإياك وتجاوزه. وهل أكون متجاوزا عن الحق إذ حفظت للملك هيبته؟ نعم، إذا أهدرت هيبة أهل الهيبة الحقة وهم العلماء، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر،
والعز بن عبد السلام في طليعتهم. إذن لماذا لم يقدم علينا كغيره؟ لعله لم يرى في نفسه حاجة إلينا، فإذا كانت لنا حاجة إليه تبسطنا له حتى يأتينا، وإلا ذهبنا إليه. ذهبنا إليه؟ ألم أقل لك الحمد لله أن أثرت هذا الموضوع؟ نعم، نذهب إليه. لقد انقضى الزمن الذي يذهب فيه الملوك للعلماء، وأصبح العلماء هم أسرع الناس بلقاء الملوك. بل بقي وسيبقى منهم من يتعفف عن هذا اللقاء حتى لا يضع قيدا على رأيه، وحتى لا يتغاضى عن منكر يراه. فماذا أفعل مع أمثالهم؟ إن أردت أن تحتفظ للملك بهيبته في زمن يرى فيه الناس أن الملوك أحق بالسعي إليه من الجميع حتى العلماء، فتبسط لهم وتلطف حتى ترى منهم إجابة. لكن حذار من أن تجعل قربهم منك سببا لأن تحجر لهم على رأيي، لأنك إن فعلت أوهنت عرى الدين، ولن تقوم لهذه الأمة قائمة بغير دينها. لقد أقصرت من توصيتي بالعلماء حتى استقر في روعي أنهم ملوك علي. إنهم كذلك، فملكهم الواحد هو الله سبحانه. قد أحسنت التوصية يا أخي، وسأرعى حقك في العز بن عبد السلام، فاطمئن. لن أبرح حتى أجمعك والعز وإياي في مجلس واحد. وسيكون ذلك غدا إن شاء الله. ملأت قلبي خوفا وجزعا. لا عليك، اطمئني يا أمي. كيف أطمئن وقد أخبرتني بعزم بعضهم على الكيد له، وسعيهم لأن يفعلوا به كما فعلوا بالسهرة وردي. سامحك الله يا شرف الدين، أهذا كلام يقال لمن هي في رقة قلب أمك؟ أتخفي عني أمرا كهذا؟ إنه كلام أوهن من أن يقال، فلا تأبهي له. كيف؟ أليس السهر وردي هذا هو الذي أهداك المرقعة التي تعتز بها؟ لا، هذا غيره، ولكني أقول لك الحق، إنما أسات السهر وردي التي وقعت وأنا صغير قد استقرت في ضميري، وربما كانت من أكبر دوافعي للقاء السهر وردي في بغداد. لا تدخل بي في مواضيع شتى، وأخبرني بما ستفعله لتحبط كيده. وهل بيدي ما أفعله؟ إنما يفعل الله، هو فعال لما يريد. ألا بالله فثقي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. انظر من. ويحك أيها الحارس الأحمق، اترك الباب برفق. أخبرت بأن هذه دار فقيه دمشق العز بن عبد السلام. مرحبا بك. أنا الصالح نجم الدين أيوب، ابن صديقك الملك الكامل. لقد أرسلني ومعي دابة أتركها إليك إن أردت رؤيته كما يريد رؤيتك. له علينا حق السعي إليه، فهو عالم أجازه من أجازنا في العلم، ولو لم يكن لكان له حق السعي إليه بولايته أمر المسلمين. في طفولتك ما يشبه الكثير من طفولتي، ولن أضن عليك بالنصيحة. هذه هبة تعدل كنوز الدنيا عندي. إننا أنا وأنت بالجمال وبالجمال وحده صعدنا إلى مصاف أعلى طبقة، ولكن إذا كانت المرأة لا تتمتع إلا بالجمال وحده فإن ذلك لن يدوم إلا لسنوات، وبعدها لن يأتي إلا الندم. أما إذا كانت عاقلة فإنها ستتربع على قمة ما تصل إليه ولا تنحدر أبدا. أحسب أنني أعقل من كوني أجمل. فهل هناك غاية غير أن تكوني زوجة الملك الأثيرة عنده؟
أمن الممكن أن تكون هناك غاية أبعد من مجرد كونها زوجة وزوجة فقط؟ ماذا؟ ماذا قلت؟ إنما كنت أستفهم. يا ابنتي، ما أحسب أن طموحك كان لامرأة مسلمة قط. كيف خطر لك أن تحسبي أن هناك غاية أبعد من أن تكوني زوجة الملك الأثير؟ إنني قليلة الخبرة وأردت الاستفادة منك لأقصى حد. لا، بل أفصح مكنونك في لحظة آنست فيها مني الحب. يا ابنتي، احذري على نفسك من نفسك. سحقا لي إن كنت أسأت إلى نفسي عندك. إنني لم أحتفظ بالكامل مولاي وسيدي وزوجي إلا لأنني لم أنسى للحظة واحدة أنني مجرد أمة، وتفضل علي فرفعني إليه. فكوني للصالح مثلما كنت لأبيه، ولا تنسي هذه الحقيقة أبدا، وإلا كان فيها هلاكك. ماذا رأيت حتى تحسب أنني رأيته؟ رأيت ابن الملك الكامل، الملك الصالح نجم الدين أيوب بنفسه ذهب يستأذن ابن عبد السلام لزيارة أبيه. هذا رجل إن غاب يفتقد. ونحن؟ نحن ذهبنا قبل أن يذهب هو تطوعا، لم يستدعنا أحد. أما هو فتكبر عليهم حتى رضخوا له. وكيف يرضخ الملوك لأحد الرعية؟ نما عرفوا للرجل قدره. وأين أقدرنا نحن؟ لا تسأل عنها. لقد تغيرت كثيرا. أسأل الله أن يكون قد حدث ما تستاء منه إلى هذا الحد. مرحبا، مرحبا بالأخ العزيز العز بن عبد السلام. مرحبا بالأخ العزيز أبي علاء الملك الكامل. إن العز بن عبد السلام له ميل حقيقي مثلي لمذهب الأشعري، رغم أنه شافعي مثلي أيضا. إنما أقدر له الحجج العقلية التي أيد بها أهل السنة في محاورة له مع المعتزلة والمتكلمين والفلاسفة. فقبل منهج الأشعري ظن أهل هذه الفرق بأهل السنة الجمود، حتى جاء الأشعري فمزج بين طريقتي التفكير وخرج بمنهجه الخاص، حتى قيل إنه أدخلهم أقماع السمسم. أما أنا فأقدر بصفة خاصة الموقف العظيم الذي وقفه ابن حنبل من خلفاء بني العباس حينما أثيرت فتنة خلق القرآن. ومن من الناس لا يحني الهامة إعجاباً ببطولة أحمد بن حنبل وموقفه الفذ؟ وحسناً إذ سقت هذا المثال، فقد كان ابن حنبل شيخاً جليلاً، ولم تستطع صياط بني العباس ولا سجونهم أن تزحزحه قيد أملة. فاحذر من التوهم بأن البطش يغير الرأي الصحيح. أعلم يا أخي، وقد وعيت التوصية جيداً. إنما اشتدت فتنة خلق القرآن، وأقول اشتدت ولا أقول ابتدأت، في عهد المأمون بسبب كثرة نظره في كتب الفلسفة ووجود فقهاء اختلط الأمر عليهم فسلكوا نفس المسلك دون روية وتبصر. لقد كان للموقف جانبه الخاص في محاولة إثبات الحق الإلهي للخليفة، ولو أقره العلماء على هذا الباطل
لأتبعه بقضايا أخريات، لكن وجود رجل كأحمد بن حنبل منع هذا الخلط من أن يسود ويرسخ في عقول الناس فيسلموا به. عظيما عند الأشرف ملك دمشق، فكل من حوله من الحنابلة. الأشرف سأتمكن من العز بن عبد السلام. يا حموي تمكن، فإني أريدك خيرا إن شاء الله. ما لك عند الأشرف؟ الموقع الذي تعرف، فإن كانت لك حاجة احتن في قضائها. إن الحاجة ليست لي بصفة خاصة، وإنما هي حاجتنا جميعا. وما تعني بحاجتنا جميعا؟ أرأيت أن المنزلة التي لك وللحنابلة عند الأشرف لن تهتز، بل وربما تنقطع إذا ما واصل ابن عبد السلام الزراية علينا كما يفعل. إن ابن عبد السلام لا يخشى مجلس الأشرف. وكيف يغشاه وهو صاحب منزلة عند العامة تفوق منزلة الأشرف نفسه؟ ماذا تقول؟ ماذا أقول؟ أتتظاهر بأنك لا تعرف؟ أعرف قدره ومنزلته عند الناس، بل وعند الأشرف نفسه، وهو كثير الثناء عليه متى ذكر. ولكن أي خوف علينا من هذا كله؟ أرأيت إن استدناه الأشرف وقربه أتكون لكم مكانة معه عند الأشرف، وهو الذي يتهمكم بالجمود والعمل لجوائز السلطان لا لخدمة الدين؟ إن بداية صعود نجمه وأفولنا إنه كان إن سئل عن شيء مما نعرف أجاب بلا تحرز ولا خوف، فلما عرف الناس عنه هذه امتحنونا بأسئلة مشابهة. وكنتم تحرصون على عدم الخوف فيما يمس السلطان؟ أكنا نغضبه إرضاء لتطلعات العامة، فإنه كان يسوقكم وإيانا إلى المآزق سوقا. وحرصنا على السلطان منعنا من مجاراته، فخمن ذكرنا بين الناس، وها أنت تقول إن الأشرف دائم الثناء علي، وما أراه إلا سيستدنيه، وعندها لن يجد أحد منا عند الأشرف مكانا. صدقت، نعم صدقت. فماذا ترى؟ يبدو أن مخاوفك القديمة قد عاودتك من جديد، ولا أعفي شرف الدين من هذا، فقد حدثك حديثا أخافك. إنهم لن يرجعوا حتى يعقدوا لك مجلسا منهم، ولو حدث فسترمى من جانبهم بأباطيل شتى. أنا لم أحدث أحدا بالأباطيل، ولو اجتهدوا في الكيد فكتاب الله وسنة نبيه واجتهادات الفقهاء هي الحكم بيني وبينهم، ولو فعلوا لرأوا ما لا يسرهم. سمعت أن بعضهم يأخذ عليك أعمالك العقل في المقدمات للوصول للنتائج، وهذا نهج الفلاسفة والمتكلمين ونهج الأشعري. ولو لم يكن الأشعري قد جاء لنهجت نفس المنهج. أيعاب علينا أن جارينا المتشككين حجة بحجة، إمعانا منا لتثبيت الحق المنزل.